يا اختي الشر بره وبعيد. طب ده ايه اللي بالفنجان ده بقى؟ خير يا نواشي، في ايه؟ عين عين يا ست سماح، مدوره ومكوره. عين؟ ودي عين مين دي بس؟ وانا ناقصه، مش كفايه الغلب اللي انا فيه ده؟ انت يا اختي واقعه في بير يا لهوي. حتى شوفي، اها ده فعلا بير وملوش قرار. تكونش العين دي هي السبب في عدم خلفتي لغايه دلوقتي؟ هي السبب والله اعلم بالمستخبي. ايه المستخبي؟ عمل كده ولا كده ولا الشر بره وبعيد. سحر اسم. يا نهار اسود، والحال هو الشيخ النوخ مفيش غيره. احنا نروح نكشف عليكي ويكتب لك روشته العلاج. انت متاكده منه يا بنت يا نواشي؟ احسن يطلع من بتوع الثلاث ورقات. فاشر، ده راجل صالح وبتاع ربنا. طب دي حماتي الهي تتوكس مطرح ما هي قاعده دلوقتي. راحت له كانت بتشتكي من كل حاجه، خرجت من عنده عروسه وهي دلوقتي في بيت عدلها. هي حماتك اتجوزت؟ اطمني يا ستي. يا ستي الحمد لله على السلام. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. ازيك يا نواشي؟ الحمد لله يا سيدي. حضري لي الغدا احسن، انا واقع من الجوع. حاضر، الغدا جاهز. الغدا جاهز يا حبيبي. بعدين نكمل الموضوع. حاضر يا ستي حاضر. معمول لك عمل في قلب ليلي يخلي بطنك ما تشيلش، يهلك حرصك ويقطع نسلك، واللي كنت في عينه غزال يشوفك قردة بسلسال. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، وانا اقول الراجل متغير من ناحيتي ليه؟ ايه الشر ده كله؟ ايه الشر ده كله؟ دي اكيد فتحيه. ايوه، اللي عامله العمل ست واسمها فتحيه. والعمل يا سيدنا الشيخ هفضل قرده كده كتير؟ يلزمك حضر الزار نفك فيها العمل ونحصن التحاصيل. نحصن على قد ما نقدر، دي دنيا قلابه وناس كذاب. يخرب عقلك يا فتحيه، انا تعملي فيه كده؟ يلزمنا 2000 لزوم مصاريف الحضره والبخور من الحيسي. 2000 جنيه؟ ما باخدش منهم حاجه، دي فلوس مرهونه عندهم لاجل ما يخففوا همك ويروحوا تعبك. وان كنت مستغليه تبقي مستغنيه. مستغنيه ده ايه؟ ده انا كل فدا الاسياد. هو كل الحكايه بس يا اخويا ان انا ما معيش المبلغ ده دلوقتي. خلاص، لما تبقي مستعديه ابقي تعالي وانجزي. ستي بقولك ايه؟ صحيح، هما الاسياد دول يا اخويا مش ممكن ياخدوا ذهب بدل الفلوس؟ شغال. عيار كام؟ غشتنا هم عيار 21، جابهم لي جوزي ب 1500 جنيه. ده ايام ما كان الذهب رخيص، يعني دلوقتي اكيد يعملوا لهم اكتر من 2000. معاكي بيهم فاتوره؟ لا ما معيش. خلاص، لاجل ظروفك مفيش مانع، وان كان ليكي زياده باخديهم. لا، الزياده ليكي يا سيدنا الشيخ، ومش كتير عليك والله. المهم تخلص لي الموضوع ده في اسرع وقت قبل ما جوزي يطير منه. علشان يتم المراد ويرضى عليك رب العباد وسيد الاسياد، ويرزقك بحمل طفل يتولد بصحته يوم الميلاد. فيه شويه طلبات. اطلب اللي انت عايزه. مش انا اللي بطلب، ده هما، ولازم طلباتهم تتنفذ بالحرف الواحد. انا فاهم، هو انا عبيطه؟ لازم يتم الوصال بينك وبين جوزك فجر الخميس اللي جاي قبل طلوع الشمس. مفهوم يا سيدنا الشيخ. وقبل ما يتم الوصال ب 13 ساعه ونص تجيبي ضفدع وتذبحيه وتدهني بدمه مرتبه السرير. ضفدع؟ ايوه ضفدع، وترشي حنظل على عتبه بابك علشان تمنع رجوع العمل ليكي مره تانية. وبعدين؟ مش فاضل غير الزار. يا روح سي مختار، انت هتيجي تبات معايا الليله دي مش كده؟ الليله دي ما وعدكيش، عندي ميعاد مهم، مش عارف اذا هعرف اجي ولا لا، بس اكيد هجيلك ليله الخميس. لا انا عايزاك فجر الخميس. نعم، قصدي يعني انا محتاجه لك قوي الليله. يا بت يا بت،
ده النهارده الاربع والخميس ده بكره، يعني ممكن نستنى. ما حبكتش الليله. الليله يعني الليله ترى يا سماح، مال شكلك متغير كده ليه؟ بصراحه بقى يا سي مختار، انا قلبي مقبوض وحاسه بخوف، ولو ما جيتش الليله دي انا مش هعرف انام. يرضيك يعني ان انا ما اعرفش انام؟ ما يرضنيش طبعا. يعني هتيجي تبات معايا الليله دي؟ هاجي طبعا، هاجي، بس هتاخر شويه صغيرين قد كده. وماله، المهم انك تيجي قبل الفجر. ايه حكايه الفجر دي؟ اصل الدنيا بتبقى عتمه وبخاف انام لوحدي لغايه ما الفجر يطلع. اذا كان كده ماشي. تسلم ايدك يا سموحه. تسلم، بالهنا والشفا يا اخويا. الله يهنيك. همشي انا بقى دلوقتي عشان الحق اروح مشاويري، وعندي بعدين بالليل وبعدين ميعاد تاني، فحاول اجيلك بعد ما اخلص. ربنا يخليك يا اخويا، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. عايزه حاجه حبيبتي؟ سلامتك، الف سلامه. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. السلامه يا اخويا، يستر طريقك ويكفيك شر ولاد الحرام يا رب قادر يا كريم. يا رب. يا ترى انت فين يا مختار؟ يا للغلبان. الحمد لله على السلامة يا حبيبي، الحمد لله على السلامة يا اخوي. وديني اديني اكتر الميه في ايديك سكر. من هنا يا اخويا، يا ما انت كريم يا رب. اديني 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 الميه دي. انت شكلك رايق على الاخر النهارده. على الاخر، اخر على الاخر. ايه ده، انت هتنام بهدوم الخروج ولا ايه؟ عشان عندي مشوار جوه الحلو. انت شكلك مضيع على الاخر. لما انت كريم يا رب. طب اقوم انا هجيب لك كوبايه ميه عشان تفوقك شويه. ايوه ايوه جيبيلي الميه في ايديك. يا اصحى يا سي مختار، اصحى يا سي مختار عشان تشرب الميه. الشيء ايه بس؟ هو انا دبنا؟ اصحى يا اخويا، اصحى، ده الفجر قرب يدن. والنبي اوعى تشخر، اوعى تشخر والنبي، ده انت نومك تقيل من غير حاجه. يا سي مختار اصحى يا اخويا، اصحى يا سي مختار، اصحى يا سيد الناس. وبعدين بقى، وبعدين؟ لا ما بديهاش. ما تصحى يا سي مختار، ده الفجر ادن. هيحصتي السودا ياني.